تؤكد الدولة حرصها على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة مع تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل. وفي هذا الإطار ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التموين علي المصلحي. كما ناقش المجلس عددا من مشاريع القوانين خلال الجلسة. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب جلسة جديدة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات. هذا تعديل كذلك صائب ويتماشى مع التعديل المقدم. الموافق على ذلك يتفضل برفع يده. موافق. السادة الأعضاء، الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافق. في كلمة قبل النهائي ولا بعد النهائي؟ الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف. موافق. شكرا. الجلسة شهدت مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزارة التموين. ما نعاني منه احنا النهاردة بنتكلم على سلع أساسية يا فندم بتمس المواطن البسيط زي الفول والعدس والرز وإزازة الزيت وإزازة وعلبة السمنة، دول الحاجات الأساسية اللي ممكن. هل في تنسيق ما بين وزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي نشوف مستوى الفقر وصل فين؟ نتساءل أيضا عن التنسيق المفقود بين الوزارة والوزارات الأخرى كوزارة الزراعة، وذلك بعد الارتفاع الكبير والغير مسبوق الذي حدث في أسعار بعض المحاصيل التي اشتهرت مصر بإنتاجها وتصديرها. طلبات الإحاطة تطرقت إلى سبل رقابة التموين على الأسواق ومواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. كما ناقشت طلبات الإحاطة إنشاء وتطوير مكاتب التموين ودور حماية المستهلك في ضبط الأسواق. الدولة لازم تدرس من دلوقتي ونحط خطة لتحويل هذا الدعم العيني إلى دعم نقدي، والاختياري اللي عايز أهلا وسهلا، مش عايز خلاص نديله الدعم العيني. وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع.